وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل دخل عليه الليل وغطاه، يعني غطاه عن الآخرين، فالجنوء الجنة بمعنى غط، جنة بمعنى غط. وفي الحديث في المنفق الكريم الذي السخي كلما أنفق يتسع ثيابه حتى تجن بنانه، تجن يعني تغطي أطراف أصابعه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هل كان هذا القول على سبيل المحاججة لقومه؟ لأن القوم منهم من كان يعبد النجوم فيوافقهم في الظاهر وبعد ذلك يفند لهم ما قالوه ويبطله لهم، أم كان على الحقيقة العلماء تنازعوا في هذا بعض أو كثيرا من التنازع؟ هل كان قول إبراهيم على سبيل المحاججة والمناظرة لقوم، على سبيل المحاججة والمناظرة لقوم، كأنه يقول هذا الكوكب ربي نعبده الآن وبعد ذلك يختفي الكوكب فيبطل عبادة الكوكب؟ هل كان على سبيل المحاججة والمناظرة، أم كان على سبيل أنه مقتنع بذلك ثم أن الله هداه؟ القولان موجودان، لكن قال البعض لم يعتقد إبراهيم أن الكوكب ينفع أو يضر ولا أنه إله، وذلك لأن إبراهيم قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، الذي أوتي الرشد لا يعبد كوكبا، لا يعبد كوكبا. كذا قال فريق من أهل العلم لم يكن إبراهيم يعتقد أبدا أن الكوكب ربا له، إنما حاجج القوم، وذلك لأن الله آتاه رشده منذ الصبا، آتاه رشده منذ صبا. قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين، كيف أعبد إلها يغيب؟ هل الرب يغيب؟ افترض أن احتجت إليه في شيء أبحث عنه لا أجده، يعني إذا كنت تعبد ربا سيغيب، هذا الرب لا يصلح أن يكون ربا. هب أن واحد ضربني أو أنني جوعت وأردت أن أسأله، من كيف يربيني إذن؟ فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ومثله يحاجج به أهل الباطل الموجودون الآن، فالهنود عباد البقر، من إلهكم؟ البقرة هي الإله، البقرة هي الإله. طيب البقرة في الزريبة، من سيحاسبني وأنا أسرق أو أنا أرتكب عياذا بالله أو أرتكب المحرم أو أظلم فلانا، من الذي سيحاسبني؟ البقرة مربوطة في الزريبة، كيف ستراني البقرة وتحاسبني؟ بمثله يحاجج أهل الباطل، لأن محاججات الملاحدة ومحاججات عباد الوثن تستقى أصولها من كتاب الله سبحانه وتعالى، تستقى أصولها من كتاب الله سبحانه، كما نقول في مناظرات النصارى كما سبقت الإشارة إليه. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. اسأل النصارى، اسأل النصارى، اسأل جرجس وبولس، قل لهم عيسى كان يأكل أو لا يأكل؟ سيقولون يأكل، لأنهم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، كان يأكل مع القوم. طيب يأكل إذن يحتاج الخلاء، بشر يأكل إذن يحتاج الخلاء، فهل ربنا كذلك؟ هل ربنا كذلك يدخل الخلاء يقضي حاجته؟ الذي يأكل يمرض أحيانا، إذا مرض من الذي سيشفيه؟ فبنحو ذلك وبقوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل،
قل من قبل عيسى. إبراهيم كان يعبد من؟ كان يعبد من؟ كان يعبد عيسى. هل الخليل إبراهيم كان يعبد عيسى عليه السلام؟ وآدم كان يعبد عيسى؟ ومن الذي خلق آدم؟ هل الذي خلقه عيسى؟ فبمثل هذه الأصول يحاجج أهل الباطل طبعا.